إلى تفاصيل، نفت مديرية الأمن العام صحة وجود حالات خطف أطفال بقصد الاتجار بالأعضاء أو لأي سبب آخر، مؤكدة أن جميع حالات تغيب الأطفال التي تتعامل معها تعود إلى مشاكل أسرية. وقد ترددت هذه الشائعات تزامنا مع قضية الطفلة نبال بودية التي هزت الرأي العام، فيما شيع جموع الأردنيين اليوم جثمان الطفلة الضحية إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية في محافظة الزرقاء وسط حالة من الحزن والغضب. جمع غفير من أهالي محافظة الزرقاء شيعوا جثمان الطفلة نبال أبودية إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية من مسجد الأردن وسط المدينة. المشاركون في تشييع جثمانها طالبوا الجهات المعنية بإعدام القاتل، كون جريمته لا تمت للإنسانية بصلة لطفلة لم تتجاوز في عمرها 3 أعوام. حزن كبير خيم على أهالي نبال بفقدان ابنتهم التي راحت ضحية لجريمة صنفت بالبشعة ارتكبها حدث عمره 17 عاما بعد محاولته الاعتداء عليها. الشعب يريد إعدام السفاح، الشعب يريد إعدام السفاح، الشعب يريد إعدام السفاح. وكانت الطفلة نبال قد اختفت يوم الأربعاء الماضي وعثر عليها مقتولة بعد 3 أيام في ملجأ إحدى العمارات القريبة من منزلها في منطقة جبل الأميرة أحمى. محمد أبو علوان، رؤيا. هاي بنت الأردن كلها، هاي بنت الأردن.